بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وحبتي في الله، مساكم الله بكل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم 23/2/2023، الليل ليلة الجمعة، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد أتممت سورة البقرة وأتممت سورة طه وأتممت سورة الكهف والحمد لله رب العالمين، وقلت لكم إني سأبدأ بالحوقلة. وهذا الاستغفار، نعم، كان عندي اليوم رد على هذه القناة، أسئلة كثيرة وهذا يأخذ يعني وقت، فأنا بدي أقرأ أول إشي بعض الرسائل ثم نرد على الإخوة، نرد على الإخوة الذين لم يعني يقطف ثمار هذا الاستغفار. يلا يعطوني بس ثاني أقرأ يلا نحن بدي أقرأ. هنا أخي، أخ يشتكي، هو جزائري، هو أخ جزائري يشتكي، هو يكتب يعني بدي أقرأ. أنا طبعا أنا بدي أقرأ. والله ثم والله إذا كنت شقي تبقى شقي، هذا ما أعيشه وأراه أنا، فعلت ما قلت لكن لا أرى إلا النكد والهم والحزن، رغم إنني أعرف الاستغفار منذ 2014 وطبقته، لا شيء تغير ولو مليمتر، شقي تبقى شقي، كل شيء معكوس في هذه الدنيا. هذا تعليق، يزيد يضيف كمان تعليق، بده يضيف هسه كمان تعليق، هون تعليقين وأنا كان عندي جواب، هون عنده تعليقين. نعم، إسا التعليق الثاني يعني يقصدني أنا، أنت تحقق لك لأنك في الأرض المباركة، تأتي يعني لو أني أنا أذهب إلى الجزائر، هكذا هو يقصد، تأتي أنت وتستغفر هنا في الجزائر مليار مرة في اليوم، لا ترى شيء إلا الهم والفقر والنكد. والله هذه حقيقة، هنا المعيشة أصبحت ضنكة، والله حتى ونكسب مال حتى ونكسب مال قارون، يعني حتى لو في دخل ما فيش بركة يعني بالمعنى. طيب أنا طبعا هنا الجواب بده يكون إسا عندي بهذه الهاي، طبعا أنا أعطيته جواب أولي يعني، ما لنا وللجزائر أو لفلسطين يا أخي، على رسلك، الوعد وعد الله وهو مطلق لكل من يستقيم على أمر الله ويستغفر حتى ولو كان في بطن الحوت. نعم، عليك أن تنتهي عن الذنوب ثم اجعل الاستغفار شغلك الشاغل، شغلك الشاغل، كأنك تتقاضى راتب أكبر على العدد الأكبر، لكن مش من باب التجريب، يعني أنه اشغل حالك ليل نهار، شو بتعمل؟ بستغفر، بستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، توبة تائب عن الذنوب. طبعا اجعله هذا الاستغفار نفسك الذي تتنفسه وهمك وكل شيء في حياتك. آمن وصدق إن مشكلتك هي الذنوب التي عليك، التي عليك أن تستغفر عنها. لا تقنط من رحمة الله يا أخي، سأرد عليك من خلال فيديو. نعم، هذا واحد. هذولا يعني أنا نزلت إنه في إخوي قد فتح الله عليهم الحمد لله رب العالمين. طب وأنا أخت لربما، نعم أخت. أخي أبو أحمد، أنا ذكرت في حلقة استغفر الله 30,000 مرة أم تنويع الأوراد يعني والأذكار، يعني أنت قلت نعيش آية واحدة مثلا، نبلغ يعني نعيش آية الاستغفار،
يعني نعيش آية الاستغفار حتى نقطف الثمار. ثمارة يعني طيب حتى نقطف ثمارة. مثلا أنا أخي أبو أحمد أنا ملتزمة بالاستغفار وسورة البقرة على ماء، لكني صار لي شيء 5 أشهر لكن ما رأيت الفرج. ما شفت النتيجة. هل نكمل يعني بالاستغفار بالورد مثلا، أو إني أخذ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة؟ أنا كنت أصلي على النبي لكن من وقت ما أخذت الاستغفار والبقرة من 5 أشهر تركت الصلاة على رسول الله، يعني صرت بحيرة. أنا أخذت من 5 أشهر الاستغفار والبقرة ولكن ما رأيت الفرج. أخي ممكن توضح أكثر وأكثر؟ يعني أخي معقول بضل أخذ الاستغفار والبقرة لحالهم من 5 أشهر وأنا في حرب شديد؟ أنت قلت لنا نعيش آية لحتى نقطف ثمارة. أنا من 5 أشهر الاستغفار والبقرة ولا رأيت شيء، بعدني في كرب. ممكن توضحن وتشرح لنا آية أكثر؟ طيب هنا الأخت بتقول إن صلى 5 أشهر يعني تستغفر وتقرأ البقرة ولم يحصل لها شيء، يعني حالها بكرب، لازال في كرب، وهي مترددة هل تأخذ، كانت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تأخذ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا تفعل؟ طبعا أنا قلت إنه بلغ عني ولو آية، وهذه القناة هي لتبليغ آية، فنعيش الآية حتى نقطف ثمارها. وقلت إنه الاستغفار نلتزم بالاستغفار، وأنا قلت يعني في الماضي في 2015 أنا مش عمال أرد ولكن بدي أبين هيك. في 2015 يعني عندما أقبلت على الله بالصلاة ما كان عندي ورد الاستغفار. بدأت أولا إني أقرأ قرآن، بدأت أقرأ سورة البقرة، فبدأت أحفظ في سورة البقرة من باب يعني هيك من مني ومن خاطري يعني، فوصلت إلى 27 صفحة في وأنا أحفظ كتاب الله سورة البقرة، وأخذت معها الاستغفار، لزمت الاستغفار 30,000 استغفار لمدة هذه 6 أشهر، لكن تركت سورة البقرة، تركت سورة البقرة من الحفظ وانتقلت إلى تحضير دروس كهذه الدروس عشان ألقيها على مسامع الناس، لأني رأيت أني كان سبب أني أخذ هذه الدروس وأعملها. سمعت حديث من الشيخ رتب النبلسي يقول ليس كل مصلي يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهوته عن محارمي ولم يصر على معصيتي. وهذا فكرت حديث صحيح، ولكني طبقت هذا الحديث إني أقبلت الله بكلي. نعم، ولزمت الاستغفار عندما سمعت قصة الاستغفار 30,000 مرة، وماذا كما يعني نعم، وقمت الليل وأحييت كل هذه الأمور بينتها. نعم، من عمل صالحا كمان في عندي آية كانت يعني إحنا منعد حالنا المصلين وكأننا نعمل صالح. لما بيجي رمضان نصوم، وإحنا يانا كنا يعني نحفظ كتاب الله، والأمور مش مزبوطة كما تقول الأخت، مش مزبوطة الأمور، فنتفقد كل صغير، أخذ كل شيء. هل عندي من القيام الليل فقمت الليل؟ هل عندي من الصدقات فتصدقت؟ هل عندي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذ كل شيء، كل شيء أقبلت الله بكل. يعني أنا كنت ماكينة عبادي، يعني عابد بالليل والنهار، وأنا قلت إني أنا إنسان مستقل، فكان معي أولادي يعملوا في الحلو معي، فكنت أتركهم لوحدهم وأنا انتقلت إلى يعني وكأني كل الوقت في المسجد. طبعا هناك بلاء، مش انت ما بتقبل على الله باسبوع اسبوعين الا كل الامور مفتوحه وخلص، يعني كان كل الناس اقبلت، كل الناس وضع عمليه، لا، ما من الامور ليس هكذا مع الله. لازم يكون عندك يعني يقين على الله، مصدق لاوامر الله، في عندك خطوط حمر. خليني اكمل اول شيء اقرا التعليقات وبعدين اعقب، لانه بصير هيك هسه باخذ وقت الفيديو، لانه في رسائل بدي ارد عليها للاخوه. طيب
يا شيخ أنا انفصلت أنا وخطيبي وحالتي حزيني وكئيبي، هل الاستغفار يساعدني في النسيان؟ انصحني أرجوك، أنا راح أموت من الحزن والقهر والخوف. طيب طيب شوفي كمان رسائل. طيب هنا أخ آخر يسأل، يا عم محمد الذي يستغفر دائما وهو عنده ذنوب ومعاصي وسيئات، هل يغفرها الله له مثل السرقة الكذب وغيرها؟ خلينا نبدأ من هذا الأخ. شرط أساسي أنك تنتهي عن الذنوب، شرط أساسي أنك تقبل على الله وتعود إلى الصلاة، شرط أساسي أنك أنت تكون إنسان ملتزم مع الله. نعم مش أنت ماسك مسبحة وبتصلي الظهر بتترك العصر، مش أنت ماسك مسبحة وأنت قاعد على قارعة الطريق يعني مرت صبي فأنت تتبعها في البصر أو هكذا، لا أنت انتهيت بقدر المستطاع. نعم أنت تتوجه إلى بيئة المساجد أنت والأخت، يعني تنتهي عن الغناء وتنتهي عن القيل والقال وتنتهي عن التبرج. إلا بده يقطف ثمار، إلا بده يقطف ثمار، هكذا أنا عم فعلت. أما إذا أنت بقيت على حالك، وأنا أعرف معرفة قد تزبط مع أخت كاشفة الشعر قراءة سورة البقرة، ولا تزبط ولا يعني قد تقطف كاشفة شعر ثمار سورة البقرة وكاشفة شعر أخرى لا تقطف ثمار أي شيء. الله قلت لكم بموه بده اليقين والصدق الذي في القلب لكل شيء حقيقة، ولإيمانك ما هي حقيقة إيمانك؟ هل عندما تعصف بك عاصفة هكذا يلا بطل في استغفار والاستغفار كلياته كلام فارغ وما لا يتأتى من هذا الاستغفار، وهذه آيات في كتاب الله كتبها ربنا جل في علاه لأقوام مضت ويقص لنا هذه القصص جل في علاه وليس من باب التطبيق نحن نطبقها. فالاستغفار لا يأتي بالمطر، لو كان الاستغفار يأتي بالمطر لا كانوا الاستسقاء بدل الاستسقاء صلاة الاستسقاء لقالوا استغفر الله وسوفر الله من هذه الباب التشكيك، ويأتي الشيطان ويقول لك كل هذا الكلام. حتى يقول لك هذا هو الحل، الدنيا للشاطر، نحن لم نخلق لهذه الدنيا، هذه دار بلاء. أول شيء بدي أجيب على الأخ من باب السرقة، إذا أنت ظلمت واحد وأخذت منه حق معين وهذا الحق لا زلت تقدر أن ترجعه رجعه، لكنه إذا هذا الشيء قد انتهى من حياتك ولا تستطيع إرجاعه ولا تمتلك ما يعني تعيده، فعليك الالتزام بالاستغفار والإقلاع عن هذا الذنب، إقلاع عن الذنب السرقة وهذه. طيب إنسان ترجع لقسطي، طبق قسطك على قسطي يا أخي، امتثل بكلك لأوامر الله عشان تقطف هذه الثمار. إذا أنت داخل عشان تستغفر وتبقى بما أنت عليه، يعني إذا أنت بتظن أنك فقط بدك تمسك مسبحة وتستغفر وأنت مستمر في كل الذي أنت عليه، إذا لماذا أدبك الله؟ إذا لماذا منعك الله؟ إذا لماذا أنت حالك في هذا الكرب؟ نعم إنما ابتلاك الله ليجتبيك. قل لك إن الحلك عندنا جل في علاه، حلك ليس عند هذا وذاك، حلك عند الله، ويريد الله أن يبين لك من أين الحلول. عندما يريدك الله لنفسه يطبق عليك كل باب، ثم لا يستطيع أحد أن ينجيك مما أطبقه الله عليك مما ابتلاك الله فيه. لربما أنت مديون وقد أخذت قروض ربوية وسألت أخوك وساعدوك مرة وساعدك أبوك مرة ثانية وساعدك صديقك مرة ثالثة، فأنت لم تترك أحد، لكن البلاء مستمر وأنت لم تفهم الدرس، لم تفهم الدرس إنك عليك أن تتوب. انظر إلى حالك، مرات يعني الأخوات بيكتبوا تعليق
يا أختي انظري إلى نفسك في المرآة، لو قامت القيامة وقال لك اللي يعني ربنا اليوم أنت معك يوم كامل حتى تلقي الله، ماذا ستغيري؟ وأنت يا أخي ماذا ستغير من حياتك؟ ماذا ستفعل يعني؟ هل كلامك مستقيم؟ هل لبسك صحيح؟ هل ماذا يعني؟ أنت مبتلى، أنت أغلق الله عليك كل شيء، فيش طريق ثاني، ما فيش عندك طريق ثاني. لربما اثنان ابتلاهم الله فواحد فتح عليه وهو بعده، لكنه في ناس يفتح عليها الله من باب الاستدراج، وناس يفتح عليها من باب العطاء. فهذا انظر إلى حالك يا أخي، قيس حالك، اعرض نفسك على كتاب الله، اعرض نفسك، هل أنت تصلي الصلوات الخمس؟ اسمع مليح، أنا طبقت كل شيء، فقطفت ثمار كل شيء بال 2015 وال 2022. اسمع مليح، شوف التصديق، مع أني كنت قد تركت الاستغفار كل هذه المدة من 2015 بعد أن عصيت الله بإيش؟ أني نسبت الفضل لنفسي في هذه الدروس اللي تكلمت عنها، وقلت أنا الذي حضرت هذه الدروس، فغابك، فيعني أطفأ الله أنوار والهمة التي كانت عندي مباشرة، مباشرة أطفأها الله عندما نسبت فضل هذا الأمر لنفسي. ولئن شكرتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الشكر هو أن تنسب الفضل كله لله، أنت ليس لك من الأمر شيء، أنت لا شيء ولا أنا شيء ولا حدا شيء. نعم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بدك تتفقد نفسك، بدك تتفقد نفسك بكل شيء، في اللبس، بالأكل، في المطعم، في كلامك، في نظراتك، في حياتك، في تصرفاتك، في أخلاقك، في إذا خلوت في أهم محارم الله هل تراقب الله، هل تعرف الله؟ بدك تتفقد نفسك يا أخي قبل ما تكتب لي تعليق، تفقد نفسك يعني، بالله عليك تفقد نفسك. ما بينفع أنك أنت يا أختي تكوني يعني طلاء ويعني عرض أزياء وبالآخر والله صار لي 3 أشهر عمال أستغفر لما تعدت شيء. أنت ما فهمتيش الدرس منها، وأنت يا أخي لربما إذا خلوت في محارم الله انتهكتها من الإباحيات، أو لربما أنت لازلت منكب على هذا بالدارو على الأهون شيء الذي تظنه أن الناس كلها يفعلها، مثلا كرة قدم، وأنت منكب على كرة القدم بالليل والنهار، ولربما مستعد انك تساوي خناقه بسبب كرة القدم، لربما تشتم وتسب بسبب هذا كرة القدم، تعبد اللعيبي، اللاعب فلان وفلان تعبدهم. نعم، لو ان احد مثلا، احنا لا نشتم، ولكن وان احد شتم احد اللعيب الذين تحبهم، كان اهون عليك ان يشتم ابوك وامك من ان يشتم هذا اللعيب، لربما انت هكذا. ماذا امتلأ هذا القلب؟ هذا القلب إذا لم يكن فيه الله لوحده وما يحب الله، نعم، فلن يقبل الله أن يكون في هذا القلب. لازم يكون تسرك الحسنة وتسوءك السيئة، وترى السيئة كالجبال الراسية، كالجبال تجثم على صدرك إن فعلت شيء، نعم، وكأنك قتلت الناس كلها. من أسرته حسنته وأساءته سيئته فهذا من الإيمان. نعم، فأنا عندما قلت إني طبقت كل شيء بال 2015 وقطفت ثمار كل شيء، نعم، من مال وأرزاق وبنين وكل هاي الأشياء، نعم، الحمد لله رب العالمين، كل الترتيب الذي وجاء بالترتيب. ثم بال 2022 بدي أتكلم عشان تفهم إنك أنت، لأني أنا مصدق، لكني أنا أسأت الأدب، وأنت لربما تسيء الأدب إلى الله، لربما تنسب فضل لنفسك، لربما عندك نظرة الأنا، لربما إنما أتيت على علم، لربما أنت تنظر يعني أنا متعلم وفلان غير متعلم، لماذا هو يتكلم وأنا لا أتكلم، من هذا؟ كما قال أنا خير منه إبليس، وقارون إنما أتيت على علم، وتنسب فضل لنفسك فأنت تشرك بالله فيحبط عملك. طيب، إحنا بال 2022 عندما كانت الانتهاكات دونت تدويني وقلت نستغفر الله، نقايض الله،
على أساس أنه يرفع الله الغمة عن المسجد الأقصى وعن الأمة وعن أنفسنا بأن نكثر الاستغفار. وقلت إن ورد الاستغفار 30,000 قد طبقته في الماضي. وأول عطاء الله كتبت في تدويني بال 2022 في شهر آخر 5 يعني رمضانيات وعلى أبواب، سبحان الله، نعم رمضان على أبواب. وقلت قلت إنه قلت إنه سبحان الله في حدا بتصل فيه عشان هيك بديش يقطع لي البث. قلت أول عطاء الله هو المطر. طيب أنت بتحكي على 2015 أنا أمطرت، وحتى 2022 لماذا أنا أتكلم وأنا أدون على الفيسبوك؟ أنا أدون تدوينات على الفيسبوك، أليس هذا من باب الثقة بالله إن هذا هو عطاء الله وهذا وعد الله المطلق؟ لكن الله أنساني هذا الموضوع لكل هذه السنين حتى أذن الله لي أن أعيش هذا، ودونت أول عطاء الله بالثلاثين ألف استغفار. فوالله ما إن بدأت أستغفر بالثلاثين ألف وإذا السماء بدأت تتلبد، يا بدأوا يطعنوا 30,000 وتحديد أوراد وكلام من الشكل، لكني أنا استمريت. ليش أنا مارر يعني أذن الله لي؟ والله عندما تلبدت السماء بالثلاثين ألف استغفار ودونت هذه التدويني، عرفت أن الله يريد خير في هذه الأمة. للمصدقين يريد الله أن يفرج لهم كربهم، للمصدقين والمشككين سيبقى في ريبهم يترددون، المشكك سيبقى في ريبه يتردد. ووالله قد رأيت تحقق هذا الحديث القدسي بأم عيني، لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة. ما أن يشرع الإخوة بالاستغفار، كنا نحن شهر 9 وشهر 8 نستغفر والحمد لله رب العالمين، وإذا الأمطار الله ينزلها على الناس. دونا كثير، بدي أدخل هاي القناة فيها 312 فيديو. ارجع إلى الخلف، ابحث بالاستغفار لربما 3 أشهر إلى الخلف، اعتذر. ثم انظر كيف الناس بدأ الله في هناك كثير ناس فتح الله عليهم بالأرزاق. ولربما أنا سمعت قصة ورد الثلاثين ألف ولم أعد لم أتابع الشيخ الحياني، والله عرفت اسم الشيخ الحياني في عندما يعني لربما قبل 4 أشهر، كنت ما كنت عارف ورد 30,000 وخلص. وهناك حتى من دون إحنا سمعنا في هذا الورد ولم نطبق ولا واحد طبق، لكن أنا صدقت طبقت. لماذا؟ إنه كان في عندي كمان قصة الإمام أحمد مع الخباز، صدقت وابتلاني الله، ما فيش عندي باب آخر إلا إني أقبل على الله بالصلوات الخمس في تكبيرة الإحرام الأولى. إذا كنت لا يمكن إني أكون جالس وأنا بهذا البلاء الشديد وأذن الظهر أو المغرب أو العصر وأنا جالس وأريد أن أصلي في البيت، لا والله. فكنت أركض إلى المسجد، وجاء علينا رمضان سبحان الله، وأول رمضان بحياتي يعني كل الصلوات في المسجد. يعني خلص أنا يعني بتعرف هيك لما تبرحه ضربا خلص انتهى، ما في حيل يعني لأني أستمر في اللي أنا كنت فيه. هل كنت أنا متفلت؟ طبعا أنا كنت متفلت. ده بنبه لكلام مهم جدا جدا، لماذا أنا أقول استغفار لا يكفي لوحده؟ عندما استغفرت أنا صحيح كنت مشغول في الاستغفار كل الوقت والصلاة في وقتها، فأنت هذه 6 أشهر كلها كنت أنا مشغول مكنة عبادي، نعم، وأنا مصدق ومصر وسوف أستغفر حتى أموت، هكذا قلت لنفسي. كانت قصة سيدنا أبو هريرة كمان أني أستغفر الله 12,000 مرة في اليوم، وقصة ذاك الشاب الذي في كلية البترول. فأنا صدقت وأنا قلت وما فيش عندي حل آخر. وعندي سواء الآية في سورة نوح، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا ورسل السماء عليكم مدرارا، ثم بدأ الله وكان الله يعطيني إيحاء لأن أنا كنت لوحدي، وكأنه يعني بدأت السماء تتلبد. كل يوم الفجر يعني بعد الصلاة بعد ما بشرات في الاستغفار لربما بعد أسبوع صرت أرى أن السماء تتلبد، ثم بدأت أراقب وأراقب وأراقب وأراقب. ثم بعد ذلك سبحان الله، نتكلم على 2015،
قلت يا رب ليش يعني تأخر المطر؟ لماذا تأخر المطر؟ ما فيش معي حدا، ولا حدا بوجهني، ولا في عندي قصة ولا أي شيء، بس ورد يا شيخ كل الناس يستغفروا 30,000 مرة، فوالله ما سألت الله بشيء إلا وجاب. هذا هو اللي سمعته. فأنا أقبلت على هذا الشيء وأخذت مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في وقتها وقيام الليل 13 ركعة، أقبلت بكل. يا أخي أنت قد وجعك اكبر على الله، لكنك لربما أنت إجر لأمام إلى الأمام وإجر إلى الخلف، تبحث عن قصص، فقط تبحث عن قصص. خلص آيات واضحة، أي آيات واضحة إنه الله يفرج. بعدين عندك أنا والله أشهد الله على كل كلمة أقولها، يعني ما فيش يعني ما 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 يعني أنا قلت لكم إن الأخ الذي يعني صاحب الورد مع الشيخ اللي يعني هو معنا، لكني والله لا أعرف كيف شكله. أنا أتكلم معه تقريبا كل يوم، كل ثلاثة أيام، كل أربعة أيام أتكلم معه، يعني هكذا. نعم هو يحث ولا زال مستمر في استغفاره، وهو الله فتح عليه الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين أنا أعيش حياة طيبة وأنا أعيش حياة القرب. لكن تبين أنا بعد الاستغفار الذي كان في 2015 وتركت بسبب إساءتي قلة أدبي مع الله عندما نسبت الفضل لنفسي فأطفأ الله كل هذه الأنوار، حتى وصلت إلى 28/9/2019 أخذت سورة البقرة، بظل عندك أنت سقطات. لكن لأنك أنت إنسان مكثر ومشغول في الاستغفار 30,000، يعني أنت كل الليل ونهار. يعني أنا صراحة عندما عندي برد على المسنجر معناها راح عندي ورد الاستغفار نزل، لما أرد على المسنجر وأرد على تعليقاتكم معناها نزل مباشرة، ينزل لأنه ما في وقت للعب بورد الاستغفار 30,000، ما في يعني مع سورة البقرة وأنا أقرأ سورة طه مني، يعني هذا إشي بخصني، ما في وقت، لم يبقى وقت خلاص. أنت ألا يزال لسانك رطب بذكر الله؟ دعونا من كل هذا الكلام، قد بينا أن الورد ما فيهش أي شيء، لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينهانا عن الإكثار، وكانوا هناك من التابعين من له أوراد ومن تفنن في عبادة الله، ونحن بإذن الله تفننا بإذن الله تعالى بعد أن أخذنا هذه الأوراد وقطفنا ثمارها، وأمطر الله السماء في 2022 وكأنه بقول جل في علاه. لا أزكي نفسي، والله عندما رأيت المطر في شهر 6، وعندما قلت للإخوة كتبت تدويني إنه أول عطاء الله المطر، وبعد تقريبا 17 يوم، يعني تقريبا يعني الراصد يعطي 17 أيام، إذا بتفتح جوجل على الراصد بيعطيك 10 أيام، لكني قبلها بسبع أيام، يعني مضيت كمان أسبوع حتى لا أدري، صرت أرى السماء تتلبد والله، ففقدت الراصد، وإذا بيعطي مطر بعد 17 يوم بده فيه مطر، الراصد بيعطي 10 أيام، لكن مرقت شوط 7 أيام وفتحت الراصد، وإذا بيعطي لكمان 10 أيام، يعني المجموع 17 يوم في مطر 3 أيام، الله أكبر، شهر 6 مع أنه ما فيش مطر في شهر 6. أو المشكك سيبقى مشكك، والمتردد سيبقى متردد، وسيبقى يترقب هيك، لكن سبحان الله بال 2015 صدقت وأقبلت وأعطاني الله، أعطاني كل شيء، قضى الله عني ديني، أعطاني كل شيء، كل شيء، مع استجابة الدعاء التي كنت أحتاجها، مع أني أسأت الأدب فأطفأ الله هذه الأنوار حتى أذين الله لي مرة أخرى. نبينا هاي القصص التي هون، المشكلة فيك أنك أنت لا تصدق، المشكلة فيك أنك أنت تنظر إلى أبو أحمد، أبو أحمد تحكي كلام صحيح ولا لا؟ هل أمطر الله لك؟ هل يا أخي امتثلت أوامر الله؟ هل أنت تقف على السجاد عندما يقول الله أكبر؟ ولا أنت بالكوفير يا أختي؟ ولا أنت مع صديقتك عمال تشرب قهوة عندما قال الله أكبر لأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهذا هل أنت واقف على السجاد؟ هل أنت بينت لله ويعني تري الله؟ يعني مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي وإن لم تستطع فتباكى؟ هل أنت هكذا تبكي على ذنبك؟ مش يعني بيقولوا كيف الورد؟ استحضر ذنوبي. شو تستحضر؟ اذا حضرت لك يعني كنت تشاهد فيلم ساقط تستحضره يعني؟ لما كان عندي، لما استغفر 30,000 مجبور يكون عندي
يعني خلوات. شو يعني خلوات؟ مجبور أجلس بين الفجر والشروق في المسجد لوحدي ماسك المسبحة، مجبور بوكل وقت الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فأنا مرات يعني طبعا الواحد مرات يتصل بالله هيك بتفكيره وجل في علاه إنك أنت تستغفر تستحضر عظمة الله، ومرات تسهو بأنك فقط تستغفر، ولكنك ماذا تفعل؟ أنت عارف حالك جالس تستغفر، مش أنا جالس أسمع شو أنت بتتكلم. يعني في إخوة هون جالسين وأنا كمان في وقت من هذا الوقت اللي أنك تجلس بين الأهل وأنت تمسك المسبحة هم يتكلموا وأنت تستغفر وأنت منصت، لربما يكون عندك 2000-3000-4000 استغفار من هذا النوع، لكن و2000-3000 بأنك عمال تسمع فيديو. لكن كان عندي تقريبا 15,000 أو 17,000 هذول الاستغفار بين الفجر والشروق وبين المغرب والعشاء. أنا أجلس خلاص أستغفر، ما أتكلم مع أحد، أنا خلاص منطوي على نفسي. ولو ربما كمان كنت أنا قلت لكم أنه غيرت نمط حياتي أني أبلش من الفجر، فكنت أجلس هنا عندما يعني أرى أني بعد لي 4000 استغفار ما في حدا حولي، كل الناس نايمي وانا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. ما انا شو تفعل يا ابو احمد؟ بستغفر الله، علي مهمي. لماذا؟ لان انا مصدق انه سياتي من هذا الشيء الكثير ان شاء الله. استحضر ذنوبي باي صيغه؟ ياتي واحد ويتدخل ويقول لك اخي اذا انت متابع عده قنوات فتابع الاخرين، عشان هيك انت انسان بتضلك مشكك، فتبحث عند ابو احمد شو قال، شوف عنده قصه. قصتي يا اخي تحقق في الاستغفار كل شيء اريده. ف الفيسبوك دائما على 35 دقيقه بنت الصوت، فاعتذر للاخوه ان ينتقلوا، ربما مرات باخذ معي وقت بقدرش انزل على الفيسبوك ومع الفيسبوك واليوتيوب بقدرش انزلهم مع بعض، بتتحملش الشبكه، فالفيسبوك اسرع فبنزل على الفيسبوك اسرع، وبعد ما انزل على الفيسبوك بنزل على اليوتيوب، ومرات تبقى الساعه متاخره، فلربما بعد ساعتين ثلاثه او بعد يوم كامل ستجد كماله الكلام عشان تاخذ الصوره الكامله. بعد 3 دقائق على الفيسبوك، ولكن سأستمر بالكلام. أنا صدقت، والأخونا معانا عندما ابتلاه الله وأغلق عليه كل باب وخربت شركته كلياتها انهار، فأغلق على نفسه الباب وبدأ يستغفر كل اليوم الذي استغفر 30,000 مرة قبلي. هذا قصته عرفتها بعد ما أنا لزمت الاستغفار وقطفت ثمار الاستغفار، ولم أعرفه حتى الآن. لا يعني في كلام بيناتنا الحمد لله رب العالمين، ولكن أنت تريد الاستغفار، أنت تريد الله والاستغفار. ليش الاستغفار؟ ما كان الله ليعذبهم يا أخي، أنت بتتعذب، مش أنت إشي بوجهك، مش إشي قلبك بوجهك من اللي بصير حواليك، أنت مش راضي وحياتك مش مزبوطة وأمورك ملخبطة والاقتصادية تعبانة والبيت فيه نكد ونار وحمرة وهكذا. فالاستغفار كما قاد أمي كانت تسبح وتذكر، أمي 84 عام الله يطول بعمرها، يعني سعال جاف يا أخي من هنا افهم. لكنها كل يوم معها مسبحة بتقول لي تعبت، كل يوم معها مسبحة هكذا، حتى اليوم بتقول لي المسبحة اللي معاي كده بتطفي، يعني كيف يعني تنطفي، احنا عزلنا هذا الكباس الذي يطفيها، بتقول لي هذيك المسبحة التي غسلتها أفضل. لكنها بالاستغفار أسأل الله. يعني قديش ترددت على الأطباء؟ كثير، لكن مع الاستغفار فش السؤال، راح السؤال، انتهى السؤال. في الاستغفار سينتهي كل الذي عندك. إذا مشكلتك في سورة البقرة سيقودك الاستغفار إلى سورة البقرة، إذا مشكلتك في الصدقة سيقودك الاستغفار إلى الصدقة، فسيفتح الله عليك. واللي بكتب تعليق إخوتي بينوا لي، يعني اللي بقول لي بقرأ سورة البقرة يا أخي بين لي، الأخوات بالأخص، يعني أنا الصراحة في عندي شك كبير في الأخوات إنهم ممتثلات لأوامر الله،
من لبس ومن امتثال غيب ونميمة وتبرج وكل هذه الأمور. صراحة أنا عندي شك كبير. والإخوة هل أنت عندك يعني تستغفر مع المسبحة وكل الوقت على الموبايل؟ هل عندك إباحيات؟ بين لي يا أخي عشان أعرف أنا أجاوبك شو اللي بده يساعدك. افتحوا المسجل في سورة البقرة في البيت دائما، ورش البيت في الماء المرقي، وتحصنوا في أذكار الصباح والمساء، هذا مهم جدا جدا، والاستغفار يلزموه بالليل والنهار، سيفتح الله عليكم. هنا سينتهي هذا التسجيل للفيسبوك، اكتبوا تعليقاتكم، ساعدونا، بينولنا، اللي عنده قصة جميلة فليكتبها بسبب ما بينا له، لكن الاستغفار أتى بكل شيء. وأراد الله لهذه الأمة خير وللمتابعين خير عندما أمطر الله السماء بعد ما كتبت التدويني، فأمطر الله السماء، فعرفت أن الله يريد بهذه الأمة خير. نعم يعني رسالتي ورسالة أخونا، يعني بقول لك صدق أن وعد الله حق، صدق أنك أنت إنسان مذنب، عليك أن تستغفر، وهي كالجبال فلا تستعجل، أنت أفنكت، يعني أنت ما خليت ولا بقيت، أنت عليك جبال. يعني اسمع هذا الحديث، حديث المفلس، اسمع يا مفلس، أنت المصلي وأنا المصلي مفلسين، لربما لا نزكي أحد على الله، لا أنا ولا أي واحد، وأنا أخوكم أبو أحمد، لا شيخ ولا مش شيخ، أنا أخوكم أبو أحمد، إلا جيلي بقول لي عم أبو أحمد، يعني جيلي أبو أحمد أو عم أبو أحمد، بارك الله فيكم، مش أجيت أخذ دور أي واحد، لكن الله ابتلاني وأذن لي فعشت الآيات، فتجلت الآيات، ووضعنا لا يرتب له الأم لورا لورا، مش غصت في الوحول وحول الشهوات، ولا تدري من أين السبيل، فأذن الله أنه يبين على لساني وصاحب الورد الذي كان معنا، سبحان الله كيف جمعنا مع بعض بسبب الاستغفار، والله إنها هذه معجزة. يعني هل أنا تحققت منه؟ نعم طبعا تحققت منه، إنه هو يعني. لكنه نفس القصة، يعني هم ماسك مسبح ويستغفر الله وتائب من ذنوبه ويخاف الله ويراقب الله. نعم هل أنت خايف الله؟ أنت براقب الله؟ نعم دخل، يعني هل ماذا تطبق من الإسلام أنت؟ دخل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله وهم لا يدروا أنه جبريل، دخل رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فقال الإسلام الشهادتين والصلاة والصوم وحج البيت والزكاة وحج البيت، الشهادتين الصلاة الصوم حج البيت والزكاة. قالوا ما الإسلام وما الإيمان؟ قال أن تعبد الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والقضاء شره خيره وشره والرسل والكتب، ويعني معروف شو هو. قالوا ما الإحسان؟ قالوا الإحسان هنا بدنا يصلحنا، أنت الله يريدك أن تعبد بهذه الطريقة، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى وإن لم تكن ترى فإنه يراك. فبهذا الزمان أنت عشان نثبت إيمانك أراد الله لك أن تشعر بآيات حسية، ترى كيف الله يحرك السحاب، كيف يمطر الماء، كيف يجلي هذه، بماذا تنجلي هذه القلوب، عشان تفهم ماذا أقول بالاستغفار. لربما اليوم أنت ما استوعبتش، فعندما تستغفر لربما 1000 غدا 10,000 إلا وراء 20,000 إلا وراء 30,000 باليوم، يعني بصيغة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هكذا تستغفر لسانك، ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم فهذا كلياته لازم تحطه براسك، فتنتهي عن الربا، تنتهي عن الغيبة، تنتهي يا أخي انتهي.
ما تظلك تكتب تعليقات وأنت متبرجة، ولا تكتب تعليقات وأنت لربما أنت يعني محروق حرق على كرة القدم، يعني تؤخر كل الصلاة بسبب كرة القدم أو الغيبة والنميمة أو على الأخبار. كل يوم كل يوم بدنا يسوي حرب بالأخبار، صلي 40 سنة يسوي حرب كذب ليوم الكذب. لكن إذا أنت امتثلت إلى أوامر الله ولزمت الاستغفار وكنت مع الله، والله العظيم والله 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 سيرضيك الله. لكن في اختبار، يعني عند احنا عندنا هنا اذا بدك تشتغل وبديت بنص الشهر فبدك تشتغل شهر ونص حتى تقبض اول، يعني حتى يعني تاخذ الراتب الاول، وتاخذ الراتب الاول عن 15 يوم هكذا. فانت بدك تستغفر تقول لي استغفرت شهرين او خمسة اشهر، لكن والله بدي اتبين لي الاخت التي استغفرت، يعني شو الحال؟ الحال في تهاون. انا يعني من باب بعد هذا قلت انه كان عندي مقايضة، الا وهي اني سألت الله بعمل صالح، عندما عملت عمل صالح ففك الله هذه الكربة الكبرى التي كانت عندي التي كانت اكبر من الدين. انا كنت قد امطرت وقد بدأ عطاء الله المادي، وقلت انه اول عطاء المادي بال2015 كان 4000 دولار، وب22 4000 دولار، كان نفس الشيء نفس المبلغ ونفس التدريج، مش كله انا بحكي الاول، يعني وكانه يعني اللي كان هناك كان هون، مفهوم؟ فعليك انك انت تمتثل يا اخي، امتثل لكل شيء، امتثل امتثل يا اخي امتثل، اقرا قران. ما ينفعش انك ما تقراش قران لو من باب انك كل يوم صفحه، لانه ربنا بتوعد من لا يقرا القران فان لهم عيشه ضنكا واكل الربا الله يتوعد بحرب، والذي يطعن في الناس لربما اطعنت في ولي من اولياء الله وانت لا تعرف، فهذا سيأذن الله سيحاربك الله فيه. فإحنا كنا نتكلم عن المفلس، أنا أو أنت أو الشخص الذي يصوم ويصلي ويركض إلى المساجد وهكذا، لكنه يأتي بجبال من الحسنات لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مهال هذا، فتفنى هذه الحسنات ثم يؤتى بسيئاتهم وتوضع على ظهره فيطرح في جهنم. إنها صوامة قوامة لكنها تؤذي جيرانها في لسانها. شو رأيكوا حالها هاي؟ هاي إذا الرسول عليه السلام قال لا خير فيها في النار، شو تكون أحوالها؟ أحوالها بالدنيا يعني كيف؟ طلع على وضعك، لا تطلع على فلان فقير وبقول لك أنا الحمد لله مبسوط، لا 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 مش الفقر، لا شوف أولاده، شوف التخبط، شوف المشاكل، شوف الأمور كانها خربانة، أنت ما إلك بحالته إذا كانه هو مبسوط بيشتري كل أربعة أشهر قميص ومبسوط. لازم يكون عندك سر بينك وبين الله بالاستغفار، بدك تلزم الاستغفار، حط سر الاستغفار نفسك ليل نهار، استغفار 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 ليل نهار استغفار، مصدق مش مستغفر. طيب تشوف ابو احمد، والله انا بدي اجرب هذا ابو احمد قديش قال، لكن سبحان الله هناك من جرب كلامي، اخ جزائري لم تذكر التدوين تبعته ويعيش في نيويورك، عندما قال سأعرف عن نفسي فأنا شاب جزائري يعيش في نيويورك ولزمت الاستغفار، لزمت الاستغفار، قال أنا أقرأ سورة البقرة لكني بدي أسمع شو معنى إنه 30,000 والمطر وهكذا، فلزم الاستغفار 4 أيام والراصد لا يعطي أي شيء، وباليوم الخامس لا يعطي شيء في نيويورك يعني دقيق جدا، قال وإذا المطر ينهمر سبحان الله. أنا بحكي مثال، يعني في هناك بالصحاري إخوة كثير بكل مكان، في شهر 6 في شهر 7 في شهر 8 دائما أمطرنا والحمد لله، يعني في تونس في الجزائر في عذرا في المغرب في اليمن في مصر نزلت التدوينات، هناك من النماذج وأنا معكم حي أمور حي والحمد لله رب العالمين، والعطاء لازال مستمر الحمد لله رب العالمين، والحياة طيبة والحمد لله رب العالمين. قد يرى أحد إني شغلي خفيف ولكني بأفضل وضع أنا موجود فيه،
لو مريت على تاريخ حياتي أنا موجود إسه بأفضل وضع، وإنه شغلي أخف وضع موجود فيه، الحمد لله رب العالمين. الله يموه، قلت لك يعني 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 ببين لك إنه فلان شمال يشتغل، ولكنه ما شاء الله تبارك الله. أنت معه؟ أنت مش معه؟ عشان هيك في ذنوب بدها سورة البقرة. لكن كثرة الاستغفار بالليل والنهار، أنت مشغول في الاستغفار، أنت مش مشغول بذنوب، أنت مشغول بتشلح هذه الذنوب. عليك ورد كبير لازم تخلصه، عليك لازم تجتهد. هل أنت تستغفر 15,000 وهن ريحات عليك، ولا أنت مجتهد؟ والله عندما أستغفر أقل يعني ولا أشعر بالجهد، إني أنا جالس إسا هنا مثلا، أجلس هنا ولا زال عندي ورد أكمله، فأشعر وكأني لم أفعل كل شيء. وأنا الحمد لله رب العالمين مما أفيق حتى أنام وأنا بذكر الله وبالقناة معكم، وأتكلم في كلام الدين ونستغفر ونذكر الله ونقرأ سورة البقرة ونقرأ سورة طه. ولكني عندما يعني لا أشعر أني مضغوط لازم أكمل اللي علي، فما بفوتش على باب والذين جاهدوا فينا. مفهوم؟ مفهوم أنت؟ لأنك أنت مبتلى وأغلق الله عليك كل باب، فبده يخرج منك شيء كبير، فامتثل وقصر المسافة وصدق الله وقل لنفسك يا نفس كيف إحنا كنا، ليش احنا مصومش اثنين وخميس؟ يعني كثير في ناس يعني بتصير تتفلت اجى اثنين، ولكن رمضان ياتي على ابواب، بتصير قبل رمضان باسبوع، بعد له ست ايام، بعد له خمسة ايام، بعد له اربع، بعدين بتفوت على رمضان والعادي وكانك كل يوم بتصوم رمضان. لكن كنت وكانك بدك تتفلت، اين اذهب من رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، مش كل مش الكل، ولكن يعني هذه النفس. ف لازم كل يوم تشعر انك اجتهدت، لازم كل يوم تشعر انك انت مذنب وعليك ذنوب كجبال تهامة عليك تمحاها، لازم تعد وكأنك انت في لك رصيد من السيئات يوازي جبال تهامة، فعليك ان تفعل رصيد من الحسنات يوازي هذه الجبال. لازم، كم أسأت للناس، كم أسأت؟ طيب تقول لي ذنب، بقول لك في سيئة، الذنب بينك وبين الله، وعليك أن تقلع وتصدق فيغفرها الله هذه الذنوب. لكن في سيئة طعنت فلان وكلت مال فلان وسرقت فلان هتكت عرض فلان وستر فلان، هذا عليه ثمن، عليك أن تنتهي وتتوب ثم تكتر وتعرف أنك أنت رصيدك بالناقص، رصيدك ناقص، انت عليك ديون كبيره جدا 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 من ال من 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 يعني من السيئات، عليك ان تستغفر اكثر منها. كان سيدنا ابو هريره في زمن ما فيهش فتن كذا هذا الزمن، قال استغفر الله على قدر عتقي، يعني بدي اعتق نفسه ان يكون يعني رصيده من الحسنات اكثر، مش مفلس. سيدنا ابو هريره رضوان الله عليه، وأنت تأتي وتقول تحدد أوراد لا تحدد أوراد، والله كل نفس بنتنفس ولازم إحنا نستغفر الله عليه. عندما تعرف إنك أنت مذنب وتقر بهذا الذنب، ومش إن الله عمال يعذبك لكن هاي ذنوبك وقد عفى الله عنك كثير، ولربما الله كان منزل عليك عذاب وعقاب جاي عليك بالطريق، لو ربما قد كتب الله عليك ذنوب عقاب آت عليك في الطريق، لكنك لزمت الاستغفار فتوقفت هذه العقاب، توقف العقاب من إنه يصلك بسبب هذا الاستغفار، لكنك حالك بعده كما أنت. أنت تظن ربما كانت جاي عليك قوارع، نعم، بسبب هذا التفلت الذي عشته فأوقفتها، ولكنك لا ترى. هل علم بما أن الليل الجمعة إم الوالد والوالدة لذاك الطفل الذي قتله سيدنا الخضر، إنه
لو أن كبر هذا الطفل لكفرهم؟ لم يعلموا، لكنهم بكوا إلى يوم هذا ولم يعلموا هذه الحكمة. إن مشيئة الله أن يقتل هذا الطفل أنشان هو يدخل الجنة، وهم يدخلوا الجنة ويأتي ولد آخر كمان يدخل الجنة، كلهم يدخلوا الجنة، فهو قتل طفل. لو أنه كبر كان كفرهم وكفروا كلهم، لكنهم وهكذا. أنت لربما كانت جاي عليك بالطريق قوارع فأوقفها الله بسبب هذا الاستغفار. إلا منك أنت بالاستغفار بين يدي الله. لكن بقدر تصديقك وبقدر إقبالك وبقدر تنكب على العباد من باب إنك أنا أستغفرك يا ربي أتوب إليك، أنا أجرمت، هيك أقول أنا أجرمت خلاص، عن جد بكفي كل الجمال مع الله. ولمن خاف أنا أقول والله أعلى وأعلم، للمفسرين ما فسروا وجزاهم الله خير، هن مشايخنا وعلى رؤوسنا ونحن لا شيء، ولكن هناك جنة قرب عند الله. والله مع سورة البقرة قسما بذات الله، هذه الكورونا والله ما شعرت بها، هذه السنين التي مضت ما شعرت بسبب سورة البقرة، ما شعرت بها، هذا الإغلاق والمنع والأمراض، وأنا مرضت كنت أموت 8 أيام في العناية المركزة ولا شعرت فيها. نعم، في أشياء بتيجي عليك وكانها رحمة. إذا تمتثل إلى أوامر الله سيؤويك الله إلى كهف رحمته. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الآخرة وجنة في الدنيا. نعم، لربما سيدنا نوح كان في جنة الدنيا هذه التي نقول عنها جنة القرب، يعرف الله كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، لأنه يقال والله أعلى وأعلم، أنا الصراحة لا أعرف، لكني سمعت أنه سيدنا آدم عندما يعني نزل من الجنة أو أنزله الله من الجنة بقي يدعو الله 400 عام، أنه ينزل إليه رحمي، مش متذكر الصراحة. أو يستغفر الله بهذا السبب. صدق واقبل على الله واعرف أنك مجرم، لما تقر بالإجرام من الله مناظر إلى قلبك وما فيش مكر، فيش مكر خلاص. لما بتفوت على المحضر بتقول أنا قررت بكل جرائمي، قل يا رب أنا قررت كل جرائمي، أنا بستاهل اللي أنا فيه، يا رب لك الحمد إنك أذنت لي، إنه بينت لي إنه في باب اسمه باب الاستغفار. تخيل حكم عليك بالسجن المؤبد، لم يحكم عليك الله بالسجن المؤبد، بتقول لي 3 أشهر ما أنت بتتنفس وتطلع بتنزل، مزبوط أنت بعدك أنت في كرب، لأنه إلا ربما الاستغفار لوحده يحتاج منك 2 سنين. فهذا التعصير، ما من شوكة يشاكه العبد إلا وتحط من خطاياه، صح ولا لا؟ فهذا الكرب الذي تعيشه والنكد هذا الذي تعيشه مع الاستغفار يعجل لك بالفرج، سيعجل الله لك بالفرج. لربما أنت كنت منعم ثم أغلق الله عليك الباب، وآخر ما كانش منعم، ما كان منعم، فاستغفر الله لربما 2 شهر ففتح الله عليه، وانت كنت منعم وتفعل الافاعيل وتنسب الفضل لنفسك، ثم اغلق الله عليك كل شيء، خرب تجارتك واقبلت عليه، وانت بدك تخلص حالك بقصة واحد كل حياته يعني عايش في نكد، وانت كنت منعم. فاصبر شوي يا اخي، في اخت بتكتب انه انا الحمد لله رب العالمين، المال موجود، الحياة موجودة، الزوج، الفلوس والأولاد، كل شيء موجود، لكن الحياة وكأنها قتل. نتوب من الذنوب،
ونقبل على الله ولا ننظر على الناس بتعالي ولا يعني نخبت إلى الله. بنحب الناس، نرحم الناس، نرحم المسلمين، ندعو للمسلمين، ندعو لأنفسنا، نصل الرحم. انظر انظر انظر، عرض نفسك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطعني قطعته الرحم. انظر كل هذه الأمور. فإذا نسيت الرحم فلا تفكر أنه مسموح، بدك تسامح، بدك تخلص حالك، بدك تسامح. إذا كانت فينك بينك وبين أخوك مشكلة بدك تسامح، خلاص روح عنده وقل له: يا أخي من شان هاي، عن شان الله، يعني عن شان الله أنت بتساوي هذا الأمر، عن شان نفسك، عن شان الله يرفع عنك هذا المقت. اعمل العمل لله ثم اسأله في هذا العمل: يا رب إن كنت تعلم إني أنا رحت زرت أخوي الذي ظلمني خالصا لوجهك الكريم ففرج ما أنا فيه. فاعمل العمل خالص لوجه الله ثم اسأله فيه: ابني لك رصيد من الحسنات، اقبل على الله، سيفرج الله كربك وسيقودك إلى الطريق الحق. لكن التصديق، واعرف أنك أنت مجرم، مش أنت مستغفر، مش أنت بتشتغل بأجار، يعني عمال تشتغل بأجار تقول: يا رب أنا استغفرت 3 أشهر. أنت مجرم، أنت مساوي كجبال تهامة وأكبر. الله عمال يزلزل الأرض تحت أقدام الناس ومش فاهم الناس من غضب الله عليها من كثر ذنوبها. فامليح لا الله ساقك إلى الاستغفار. فتهجد بالليل هيك السجود طويل: يا رب يا رب، خلي استغفارك فيه حرارة، تحليك أنت فيك يعني هيك، مش استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا، يعرف أنك أنت مذنب. قوم ليل بالليل، كنا نبكي والله، كل الصلوات أركض عليها استغفار، صدقات، ما خليت باب إلا دقيته من أبواب الله حتى يفتح لي باب، فجاءت والله باب الإجابة جاء من باب المقايضة. عملت عمل فسألت الله فيه، كما أطبق الله الغار على 3 الذين أطبق عليهم الغار، فسأل الله بصالح عملني هذا الذي فتح لي الأبواب. نعم، مع الاستغفار طبعا، الاستغفار قلنا قاد إلى أن أمي تجد الدواء، وأنا بالاستغفار الله أمطر الله السماء لي وفي إخوي وفتح لي والحمد لله رب العالمين. لكن الذي أردته أن يكون فيه استجابة الدعاء كان من باب المقايضة. هنا ننهي تعليقاتكم، اقبلوا على الله، مش عمال تستغفر وكأنك عمال تشتغل عند واحد وبدك أجارك. استغفر على إنك أنت أجرمت كل هذا العمر، وبتقول لربنا: يا رب اختصر لي المسافة، يا رب سامحني بكثير من هذا الذنوب اللي أنا سويتها، يا رب خلي استغفاري هذا 30,000 يكفي. نعم، هيك، مش انك انت تمن على الله انك عمال تستغفر. لا، هنا ننهي ان شاء الله، ان شاء الله ان يكون وصلت رسالة، وانك تعرف انه الاستغفار الحقيقي الذي فيه توبة وندم، مش بدنا نستحضر الذنب، توبة وندم، توبت يا الله، خلص خلص خلص، فهمت انا، توبي يا الله، خلص 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 خلص، فهمت شو الدرس، فهمت انا كني انا كنت مفكر الذنوب هي الذنوب السيئات هي واحد، فانت تمحى الذنوب، انا اصلي والصلاه دي الصلاه كفاره، ولا طلع مش هيك الامور، طلع اني انا انسان مصر ومتجرع عليك، وانسب فضل لنفسي واشرك بك في الليل والنهار، وانا خير منه وانا افضل منه وانا هكذا، ولم تفهم مفهوم الرزق، فظننت أن الرزق فيه شطارة واحتيال وهكذا، ولم تصدق إن الله قد كتب لك رزقك، فليس لك رزق عند الناس إلا عند الله. كل هذا أقبل الله ثم سيفتح الله عليك. ساعة كاملة من هذا الدرس إن شاء الله يكون إني بينت إنك تعرف إنك مجرم، وليس عندك إلا عند الله إلا أن يتحنن الله عليك ويعطيك. مش أنا مستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله تسليش، لا ولا شيء، جاهد، بدك تجاهد، بدك تتعب. مش أنا استغفرت الله كنت مسافر في بالسيارة وملتي وعمال أتكلم و25,000 جميل لسه بستغفر لا، بده يكون عندك هيك فيها جهد هذا الاستغفار، تبت كل يوم تبت في الاستغفار. والذين جاهدوا فينا، صدقني هذا هو الحل، هيك كنت أعمل أنا، يعني لربما بال6 أشهر إذا كنت أكون، لا ما كنتش أسافر يعني، حتى كنت أنا مربوط، كنت أسافر صحيح، لكن كان عندي، إذا بده يكون عندي مثلا يعني مشوار طويل، بده يكون هذا المشوار الطويل
لربما مرة بالشهر أو مرتين بالشهر إني أنا أستغفر وأنا بالسيارة وعمال أقود السيارة شمال ويمين. لكن أغلب الاستغفار كله وأنا جالس بين الفجر والشروق والمغرب والعشاء وبآخر الليل وأنام في الوقت اللي السحر والسمر وهكذا. وننهي هنا تعليقاتكم، جزاكم الله خير، إن شاء الله إن كنت تنتفعوا فسوف تروا من البشائر ما فيه خير، لكن أقبلوا أبكوا لله وأقولوا إحنا فهمنا إن إحنا مجرمين ونكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.